قضية الأورو سكوار نفس المنطق، هو جانب أكثر منه بسيكولوجي نتيجة بعض الإجراءات التي اتخذت، وهي إجراءات إدارية تشديد الرقابة على حركة رؤوس الأموال في الحدود البرية والمائية والجوية، تشديد الرقابة على عملية تضخيم الفواتير والتقليل من الفواتير، لكن أمور ظرفية جدا، لأن من الاقتصاد انخفاض في يومين ولا ثلاثة ولا أربع أيام، دونك سني كو سور لا دوري، في المدة الذي يمكن أن نحلل لا يعكس في أي حال. قالت أنه يمكن أن يستمر هذا الانخفاض، لا أوافق الرأي، وسنرى أن الأسبوع اليوم فقط النسبة ارتفعت لأنه بصفة محسوسة يعني حملة مكافحة الفساد والضبابية التي تسود المشهد الجزائري، خصوصا أن بين لحظة وأخرى يعني تاري التقارير حول قضية مكافحة الفساد. ربما سيري هذا أمر حقيقي لكن عرضي وغير دائم، أن احنا المشكل في الدول كالجزائر الدول المتخلفة لحد ما بين العقل والإيموشنال والسنساسيونال، دائما نجري ما وراء ما هو ما هو عاطفي وما هو يبين يدخل من الأمور. للمواطن الجزائري البسيط يقول نشري شوية أورو راح نجوز هاول البسيط البسيط بهذه الطريقة، أن العصابة 20 سنة وهي تكذب عليه هو يصفق ويغني وهو فرحان وهو يكونسومي وشرات سكوت تاعه وشرات حتى شرات تفاعله في النهب وسلب طاقات الجزائر عوض تسخيرها إلى الاستثمار والإنتاج وخلق الثروة. إذن المنطق الحراك أن يحدث القطيعة وليس أن يستنسخ منطق أكثر خطر على مستقبل الجزائر من ما كانت تدون وتنشره العصابة. باختصار